وللأسف الشديد الموضوع ده خلاني في قناة المتوحد فكرة نفسها خسرت مجموعة كبيرة جدا من المشتركين، ده غير طبعا الانتقادات. علشان كده حبيت أوضح لحضرتك تجربتي، يمكن انت في قناتك تكون بتعاني من نفس المشكلة اللي انا بعاني منها، وافهم لان الموضوع ده يختلف من محتوى الى اخر. انا في قناة المتوحد فكرة هشيل قدامك علامة الصح، لان اي سؤال قدامي ممكن يجي ممكن يكون انقاذ لمنشئ المحتوى اللي بيسأل. تعالوا مع بعض نفهم انا قصدي ايه. لو جينا مع بعض دخلنا على التعليقات، من التعليقات جينا مع بعض على تعليقات بانتظار المراجعة، وببدنا او وخلينا نبص ونشوف كده اللي بيحصل قدامنا. انزل واحد بيقول لك كم مشاهدة يعني 300 ساعة، ايه اللي يخلي تعليق زي ده ينضاف الى قيد المراجعة؟ ممكن رابط قناة اليوتيوب الاصلية. انزل يعني ايه 3 فيديوهات علنية قصدها؟ ربنا كريم قول الحمد لله كويس. اكتر من 95% تم تعليق الحساب بسبب سياسة البلدان، لاني حطيت هوية سورية والادسنس ممنوع بسوريا، شو الحل؟ شكرا كتير والله استفدت منك ساعدني، اخيرا شفتك تضحك نفسي اعرف ما انا محتوايا في خطر، كلامك صح احلى مرجع اليوتيوب. نفسي اعرف الكلام ده كله ليه قيد المراجعة؟ هقول لحضرتك ليه. يعني انت نفسك تعرف وفي نفس الوقت عارف؟ ايوه. ازاي؟ انا كمنشئ محتوى عايز اعرف ليه بنحطه هنا في قيد المراجعة. الموضوع باختصار انك حضرتك هتدخل على الاعدادات، من الاعدادات على المنتدى، من المنتدى هتيجي على الاعدادات المتقدمة. انا في محتوايا المحتوى التعليمي هشيل علامة الصح واعمل حفظ. هشيل علامة الصح. هي ايه علامة الصح؟ تعال بص معايا كده. علامة الصح دي على زيادة التشدد في التعليقات، التعليقات على قناتي. انا شلت علامة التشدد علشان لو اي منشئ محتوى من حضراتكم سأل سؤال ما ظهرش ليا ممكن يظهر لمتابع تاني يرد عليه. فعشان نقدر نفيد نفسنا ونفيد البعض، يبقى الافضل من كده ان انا اشيل علامة التشدد في قناة المتوحد فكرة فقط. يعني انت علشان تحدد تحط علامة صح او تشيلها لازم تدخل عندك على التعليقات، ومن التعليقات تشوف التعليقات بانتظار المراجعة، وتشوف هل التعليق ده عادي مفيش مشكلة، هل التعليق ده عادي؟ ايوه. بدل ما تقعد تتابع كده، لا، اليوتيوب بشكل تلقائي اللي بيشتمك زي اللي كان بيشتم من شوية يجي على تعليقات في انتظار المراجعة. اما اللي بيقول لك كويس ويعني فيديوهات علنية وثلاث فيديوهات، ده لازم يرجع، ده اصلا بيعلي من ريتش الفيديو بتاعك. ليه تخفيه؟ ده في واحد بيقول لي، استنى تحت بيقول لي انت بتحذرني ليه؟ انا مش حذرتك والله، ما حذرتك، اليوتيوب نفسه هو اللي شال. انتظر ردك، انت ما عم ترد، مستني ردك على النار. اخي ترد ده كله انا مش شايفه، اقسم بالله انا مش شايفه. يا جو رد عليا بليز، انا بنزل شورت، انا مش شايفه ده كله. شروحاتك جامده يا مو، كمل وانا معاك. ايه المشكله بده ان هو يتحط في قيد المراجعه؟ لازم اوافق عليه، ولازم اوافق على ده اهو، ولازم اوافق على ده اهو، ولازم اوافق على ده كله. ليه 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 ده كله يتحط في قيد المراجعه؟ ده كله بيقلل من ريتش الفيديو اللي تم عليه التعليق، ده كله بيقلل من ريتش الفيديو اللي اتحط عليه التعليق. تعليقات كتير جدا في انتظار المراجعه لازم ترجعها اول باول يا جماعه، ولازم تتاكد انك تحط علامه الصح ولا ما تحطش علامه الصح، لان الموضوع ده في ايدك انت، واليوتيوب ممكن يكون بيضرك وانت مش واخد بالك. اليوتيوب عاوز ما يكونش فيه اي كلام وحش، ما يكونش فيه اي كلام سلبي، ما يكونش فيه اي كلام انتقاد، علشان كده بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجمل منشئ المحتوى، فبيعمل زيادة التشدد في اي كلمة ممكن تكون خارجة حتى لو بحرفين ثلاثة جنب بعض بيروح شايلها.
واحنا مش عايزين كده، انا مش عايز كده في المتوحد على فكره. علشان كده شلت علامه الصح. اللي يحدد بقى يحط علامه الصح او يشيلها الكومنتات اللي موجوده عندك في قناتك اللي قيد المراجعه، هل هي اباحيه او شتيمه ولا كلام عادي ونحط في انتظار المراجعه. لو كلام عادي وتحط في انتظار مراجعه، لا اما تعالجه بشكل يومي مرتين في اليوم الصبح وبالليل، لا اما تشيل علامه الصح. فهمتني؟ حبيت اوضح لك تجربتي الشخصيه اللي خسرتني كتير جدا من منشئ المحتوى، واللي خسرتني اخواتي واصحابي اللي بيقول انت بتعلقني انت بتحذرني. انا مش بعمل ده كده اطلاقا، ده اليوتيوب بشكل تلقائي هو اللي بيخليك تروح رايح في انتظار مراجعه غصب عني. يا اخي ليش ما ترد على سؤالي؟ وانا اقسم بالله تقريبا في ساعه ونص اول ما اصحى من النوم رد على التعليقات، وساعه ونص قبل ما انام برد على التعليقات. يعني 3 ساعات في يومي برد على تعليقاتك، اقسم بالله. شكرا للجميع.